مركلة شكوكيو إن كان أودي حقوق ذا الشعبيقة وكان حيرية حقوق ذا الشعبيقة حكتي قلو قلو أن لغو حمن حكتي قلو قلو حولها قرنكيو كلي تحفظا حولها قرنكيو كلي تحفظا كل مية كل مية كل مية كل مية وحلو مركة لحكم فيو إن كان أودي 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 مركة لحكم فيو إن كان أودي كل مية كل مية كل مية وحلو مركلة حكم فيو إن كان أودي كل
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا تعودنا جلسة عطاي كسر دوادا برنامج كنوا عن كوي جينو سيد بلارن وفت بلارن وهو جامين يو قدومي أحس بقى كل مية أهنا مرشح عمد حويني أحس بقى لو كسر دوويي ديجان كودا مجو يدو بشدة كل دقن ديجان كاسنا أنا أكل هارين سيد كسر دوويي وفت جن برنامج كنا عن كوي جينا إذا الكيم بدأ وشو عنه ولكن مدرنا قدومي أديك يا وفت جا بلارن يا كتر سن حكومة الجمهورية الصومالية الآن وحان دين لا ياي أنا جا كتر سن حلي بنا دقلها ديجان كات ديجان صباحي افكو دي كو حد ليا افكو شعب كدغانك ودامغو وحان ادين لاياي كو سو دواده دغانك ودامغو كو سو دواده دغمده ودامغو ويلكم بان ادين لاياي سو دواده وحان تابانيا مدن غدوميه ددكاني الى ساكا سلادي صباح الى حلي انت وركاغو نسو غاري waxay diyaar u ahaayeen soo dhaweyntaada inay shucuurtooda muujiyaan inay xisbiga kulmiye soo dhaweeyaan in ay muujiyaan taageerada ay u hayaan xisbiga kulmiye waad aragta shucuurta deegaanka wadaamago waxa leeyahay ku soo dhawow deegaanka wadaamago ku soo dhawow degmada wadaamago wax qabadka ballaaran ee leeyno qabtay ee urintii wasiirka wasaaradda hawlaha guud ino qabtay oo maanta xariga leeyno jirayo waxa leeyahay sagana tusa shucuurta دمان وفتنا شرفت له وهو كامين أيوه مرشح مدحوينها جمهورية الصومالي الآن مستر مسبح عبد الأمر بدمية حسب كل مية عادي عاد نصر دوينا يا وفت وهو كامين وسبحنا أيوه اللي معنا له أيوه نحن هذا وفتنا حكومة كتر سن دمان دوينا غير هذا بكون دمان وحنتكم سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن المسبح عبدي مرشح مدحوينها وحنو لنا هاي مدحويني وانا ركتا سودو وين تيرر وذا مقو إلى سلاح اللي بانكو شغالة ساكا وحنو تاقنين محين عضي إلى كير بانو صفنين آد بانو كوكو سودو وينينا كل يلا بانو كو سودو وينينا دقمدا وذا مقو ودقمدي أستانتا إي علامة أولا هاي حرينتي دالكا جمهورية الصومالي لان إيه محايد هذا إيه محايد هذا إيه سلامتي كمان وحنونا هاي محايد هذا كان أتشو تعمادا وابردية شهادة وابردية شهادة وحوية ماشي مركة وحوية دالكا أدي ملترين أوات سارن تاعي قارن ملترين ولا أوات سارن تاعي ما حلو وأنا بردي أشهد وحن كون كسرنا ويننا وأنا ركت أوات كاس ما أنت دب ماذا وإذا مكو ين واحد جيل أوات كل حساب توي صاحس بك كل مية سماها طلع كاس وين إن شاء الله تعالى وحن صلاح اللي ما كون شيء جاي وحن هالكن كلام قار وسرنا ويننا يسقنا وأنا إلهي كريم وحيلا ودقمون كولا مجو هي قرلو جذي دكان كانوا قبطي مستر علي مريحان وسيرك هؤلاء جذي قريان تجبر سؤالن آبان وصل وين آبان ناوي إلهي كريم وحيلا ونقبطي محن الأذاي يعني إسقى محن الأذاي قارها وسير هذا هي مركا وحنا كلا سقنا آن ومكرنا سا آب السلام إنا وسير هذا كلا لصلا وعندنا كلمة أرسل اللي ما مستفيد ودي بسمه الكلمة اللي رادوا هذا إنه هيد دوينها الدقمة ودعم الجو إلا يا ساعة مركب راح الصوب حضي وحنو تاني نسوي دوين في وقت قبل العالم وانتي أنا أقول حلا اللي ما كتر سن دقيقة كودام الجو دقيقة كنا نقف فرين باي فرين هذا الكلام وحياة ما نبدي وقف إذا فرين تي دو وانا فرين دقيقة أنا بقول فيها حسبي غرق waxyaabaha deegaanka oo laama go la markuu ka waxa kamida waxaan soo maray abaaro buti oo jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacay abaaraha dhacay waxay keenay saameyn badan oo deegaankana
runtii maanta dadweynaha aynu codka ka doonayna aynu doonaynaa inay kaalalka qaataan majority boqolkiiba kala badh waxa weeye waxay jooraan halka magaalada koonaheeda ayay kaanu ka samaysteen magaaladiina dhulkuma haystaan taa waxaan doonaynaa maanta wax ka qabo odhan mayna musabbixin laakiin rajada dambe mustaqbal dadkan deegaankani xoolo dhaqata xoolo way ka baxeen waxaanu doonaynaa inaad u samayso qorshe qodobka koobaad fariinta ayu fareyna waxa weeye halkan waxaa waddo wadaamago iyo deegaanka quruub isku xidha waddada waxaanu doonaynaa guddoomiye maanta inaad noo ballan qaado inaad noo samaynayso waayo maanta waxbaynu kala gadanayna waxa weeye codka waxaanu ku siinaynaa waxqabad waxay kaa codsanayaan dadweynaha reer Galbeed waddada inaad maanta u ballan qaado inaad u samaynayso xurmigudiyo wadaamago waa 5-4 kilomitir haddaanu codkayga ku weyno mushkiladeeda leeda qodobka waanu doonaynaa maanta waanuna ku soo dhaweyn qodobka kale aanu doonaynaa waxa weeye wasiirahaanu halkan ka doonayna maanta oo ka mid yahay wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha maanta halkan waanu kala hadli lahay waayo halkan madaxweynuhu uu yimi geedkaas u fadhiista degmadii madaxweynuhu uu bixiyey ma hadalaa waxaanu leenahay weliba wasiirka maxamuud xaashi u sheegaynaa waddadii xirsi baad martay asalaamu calaykum bismillaahi raxmaan raxiim waxaan doonayaa inaan imi kala xogayaha xisbiga kulmiye degmada wadaamago kelmad siiyo raxmaan raxiim waxaan soo dhaweynaynaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye anigoo ku hadlaya afkii xoghayaha xisbiga kulmiye ee wadaamago kusoo dhawow guddoomiye adiga iyo wasiirada kula socda waxaan kugu soo dhaweynaa kaliyalaab waxaan kugu soo dhaweynaynaa dadkaasi waxay soo baxeen saaka salaadii soo dhaweyn bay u soo baxeen waxaanu kugu soo dhaweynaynaa degmada wadaamago ma nihin anagu waddani iyo qolada lasoo raray ee dexirsi soo raray ee baabuurta lagu keeno dadkaasi waa dadkii joogay magaalada qof aan maxay ahay toolay magaalada joogini ma jiro cid aanu soo rarnay ma jirto waa dadkii wadaamago waana kulmiye khaasa waana maxay ahay toolay kulmiye khaasa aday ku codaynayaan wax qabadkana adaa lagaa sugayaa guddoomiye waa ka baxaya anigoo weliba salaamaya wasiirka cali cali iyo aan salaamayo wasiiradoo dhan aan salaamayo waa salaamantii iyo waftiga waxaan doonaya inaan marka hore isna cali caasho kelmad siiyo annagu cid kale guddoomiye ma hadal hayno xisbiyada kalena faysal isaga ninka layaa dee waxa weeye waa xisbi xalaala laakiin xisbigan kale anagu soomaali aanu u naqaanaa uma naqaanba xisbi dalku leeyahay xisbi dalku leeyahay uma naqaano sababtuna waxa weeye dee mar haddii madaxweynaha soomaaliya iyo isagu isku hadal noqdaan oo uu dekedda diidan yahay oo weeriboodhka diidan yahay oo uu horumarka diidan yahay oo wax walba diidan yahay dee kaasay isku af yihiin isbara naqaanba oo aqoonba uma lihin innagu ciddaynu isbaranay ee ilaa halgan ilaa mar walba wada joognay ee ciddaynu nahay taqaana ee meel walba inoo taqaanay waxa weeye muuse biixi cabdi iyo xisbiga kulmiye muuse diyaar baanu ku nahay been nagama aha calanka mar haddaanu berdaax sugno anagu dhakada u sarraysa ma soo noqdo ilaa uu kursiga tago waa caan weeye waa arrin caana arrintaasu waxaan kaloo halkan ku arkaa oo aad iyo aad ugu farxay rag odayaala oo uu ka mid yahay soomaale oo uu ka mid yahay cali guray oo uu ka mid yahay waran cadda wasiirkeenna hore casriga ahaa oo uu ka mid yahay cawil brofesor cawil oo uu ku jiro barasaabka inu aad u jecelay rabaax aad iyo aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa wasiirkan isaga la ammaanay uu iska ammaanan yahay salaadiinta waa ammaanaynaa runtii waxqabadka waxaa lagala hadli karaa madaxweynaha marka uu xilka qabto ayaynu kala hadli doonnaa laakiin maanta waxaan leenahay dee wuxuu arkuun buu xinagu siinaya wuxuu arkuun buu xinagu siinaya wax kale ku farmayno madaxweyne
waxaan go'sanow noo go' hadii ilaahay ka dhigo waxaan go'sanow noo go' wasiirkii hore wasaaradda warshadda warshadaha dawladdii daahiriyaal ka ahayn laakiin waxaan jeclaystay inaan goobtan xisbiga iyo dawladda mar walba waxba uun iyaga aan wax la weydiisana inaga naftigeenna wixii aynu kari karno degaankeenna aynu siino ugu deeqno anigu haddii eebayda ka dilay anigoo ku hadlaya magacayga magaca deegaanka degmada qorilugud wadaamagoob iyo dhammaan ehelkeedaba waxaan siiyey oo guddoonsiinayaa guddoomiyaha xisbiga gaadhiga samaacadu ku xidhan yihiin oo ah gaadhi gaashaaban isla markaas sawirkiisu ku xardhan yahay gaadhigaa magiciinaa ku guddoonsiinaya ani midaasaan u kacay waxaan jeclahay inaan guddoomiyaha cadda ka saaro mudaaxas guddoomiya gaadhiga waxaa loogu shaqaynayaa xisbiga insha allahu tacaala waxaynuna rajaynaynaa waa inuna soo baxaynaa gaadhigaasi buuaa mudane gudoomiye mudane gudoomiye ninkii waddada dheer wanaag ku marow wadaamo goobaa wadkaa yaal wadaamo goo baa wadkaa yaal halkan waa goobtii kalcas waa guutadii koowaad waa xaruntii ciidamada s n m waa halkii ciidamadaadu ka dagaalami jireen gudoomiye waa halkii ciidamadaadu fadhihi jireen waa magaaladii ku aanbaxday halgankii muuse biixi iyo madaxweyne siilaaniyo iyo rag badan oo mudaniha ay madaxda ka ahaayeen raggii nagu hogaaminayey hawshii halkay ka qaban jirteen weeye maanta waxay la tahay halkaa gabay baa ku yaal lahaad raawi tiriyey badbaado nin doonayow kashaada dareen ku beer ilaahay dartii ku eeg daliilka hortaadaya warkeennu intaasu ku dhayay maanta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ilaahay mahaddii waxaanu galabta ku soo beegannay magaaladii soo dhoweynta fiicnay wadaamo goof oo runtii aan aad iyo aad ugu farxo markaan waddooyinka marayo muddo dheer waxaanu idinka mahad celinaynaa sidaa u soo dhoweyseen musharaxa madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye oo runtii ay idinka muuqato qiiro aad iyo aad u qiimo badan idinka iyo madaxdiinaba rag badan baa halka waxu sheegan doona marka waxaan doonayaana inaan in yar sheegto maalintii idugu dambaysay wadaamo goob waxaanu aniga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed maxamuud siinaayo soo fadhiisanay kursi halkaa laba kursi oo hablahaas fadhiyaan dabeedna odayaashii wax ka joogaan in kala garmay odayaal badan baa noo yimid dhegtay isaareen waxaan wasiir warancadow meesha waa meeshii halganka waanu waa lanaga tartalaabsaday degmaanu xaq u leenahay odaga noogu sheeg dabeedna kursigii baan yartiito odaygii baan dhegta u saaray dabeedna waxaan xasuustay odaygii madaxuu ii ruxay madax ayuu ruxay oo macnaheedu yahay waan aqbalay degmadii waa qubanaysaan waxa yara idinka dhimanna waynu riixi doonaa way jirtaa oo degmooyinku markay cusub yihiin waxay had iyo jeer isqabsadaan kuwii horay ka farcameen waayo waa inaan yaro reerka ka tirsanaa buu ahaa dabeedna markuu shaqo tago waxyaabo badan guddo la tegayahay marka waxaa laydinku haystaa xumaan maaha wanaaggii aad la joogteen degmada kale ama gobolka ayaad moodaa waxoogaa ka go'yinaasu inuu keeliya jiitan yar iyaduna dhammaan dhawaan way iska dhammaanaysaa oo inanka curadkii markuu reere ka baxo waa loo duceeyaa un marka waa lagii ducaynaya haddii alla maando tan labaad ee kaga baxaya waxa weeye halkan maanta waxay sareeray goobihii halganka iyo madaxdii halganka marka idin kala warrami mayno labada abaalba waa laydinku leeyahay tii degmada ee xisbiga nudisiiyey iyo tii halganka ee madaxdeeda halkan marayso laydina waa laydinka fadhiyaa soo garanaysaan waxa laydinka doonayo soo dhaweynta ballaaran ee awfda soo dhaweyseen ee aa dhaqankiiyo caadada u lahaydeen aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa wafdidan ballaaran ee uu hogaaminaya guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee musharaxa xisbiga kulmiyena wafdidu aad bay u ballaaran tahay wasiirro badan baa ku jira
بروتوكول كان دي قبيلة دان خير دينو وسير علواء ماسية وسير عبد الرشيد ماسية ما وفت دوا وضم ما تصنتها ما نسوى دوينين تعال ساسا الله سبحانه يا وحنا تاكل دريا حتى وحنا إلى كريد مركي نمر إني سوق الله يقبل السرار أو دور شاهان نقبل كي صالة هران غنية وأنا هالكيم كدي وانجلي توي كبلا ميسي مكا هوش هو إن الله سعد وحوينا كار كي دي وانجلي تها غالطان عد كي بدنا 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 يبرجين وتصاص عرتين والله يدك فرديا ده أنا ورزقنا نقول دونا عد سكت ده دوب دوب يوتي أما ده فريه أصوص عرتين عد كأصوص عرتين إيه مكان مخاطي كيسوا بحياة كار كأخوف كان هيسن نقول لهم دي أي غفار هيسن دي وانجلي مكا عرض التعصبات الكوبات طلبات وحوية تاقير هذا حسب قوم موجسين فاتين اسكوكي لكن هو عبوكي عين الجيلة اللي قوة رحمش ريو وعيلة شيو وعرمش رجيلة اوك يصو عرار كبا واحد يالو اسكوكي وحسب قيانو كل مية عينو شاية تبقى سنوك عدين اني وكيو اللي بك عليو وعنو قد حسب قيانو حقبت كبنا نشرح حيسي ندياري ويس السيب بلاري وحسب الحاكم لنا قضية وليبا وحينو كنت قال لهم انشرنا او عدين انشرنا سوى معانا الله وينو حينو ديو كرعي نور بيت كون نور طاوها كون سوى ما شاء الله بار الله وحسب الحاكم هو ايه اللي كنت رقونا في سوية ماتين وانك عرق فرياء عرقتا وقرد دي عاول يوم مريان يو امباستور تلقي دب قول تديسي وايه اللي كسي عدي كمان مغنى على قراءة أرض تقنينا فيسبوك إلى على أنا سلاو حقوق الفي في تري الرجل يسيب الضوء ما الواحد كلام معها أقول لك السعودية سومايد المغلين هك باب يلم هلا يروح الرجل يسوي هب الباب ميل قال يروح هب الخلاق قال يروح الرجل منك إذا على أرض قاعد تمام في الرجال اللي يسوي شيء وش هو قرن يا سلام قاريهم قارب عليه ما كشروا تسيرة لصوته قال يا أنا أدري نجيب شو أكا سمي هرد بقل ما يجي ده على رأسه يدا كان مهرد بقل ما يجي مركا هرتا هدي قارا مهرد بقل ما ده حسبيك على قرا إنه دوا ليس سوعنا يا أو دوا لما نجي سور راعية إنه واحد ربنا كنا إذا سور راعي ما قرب كين السوت هيا عبد الرحمن أو علي فارحي ذكر الله هذا محمد حاشي عبدو لحد نجيس ولا بعتنشر انقلاب بقيه على ما نعذر رجيم ذلك، اللي بدأوا تاجي، اللي بدأ تاريخ ولا صعب حياة، رجع سير ربنا عليه، حتى قو، إسماعيل حتى قو، معه عبد الله عمر حتى قو، رجيم نقول قو رجع، نقول من نكاج الرعوي، سلا سار نقول قولي سير نواي، وحلو بعند أي مكان دون سلو حقبته، تذكير، سوما، تذكير ثم دون بعند. وأنا هذه أدوية مهل علنا يا ولكن فرديا عبد العزيز سماله أو أساس يا شيخ اسمه كل مية كم دها أو موسى بيحل اللي تيو نفتي لها يسوع خيانة وكات كان قاريو بعدين طبعا بعدين موسى بتدور تاني أنا سوي وهاي كورس كنت قالنا حس كنت قالنا ها تك دبنا وكات ده بمر فرديا وحنا نزل عليه تمام على حسين ويسكن عند عارقي ذلك المشرح اللي بدحنا اللي بدأ شو تاعي ويسنا ما أنت كل مية بس هي وتاعي سن وحاس ورد واحد بتوصل ساعة الناس بيجسيب الله علي أو بقولي سنة يو أو ما أنت عمر دي لا هيرد من سكوتي وحنا نقول إنه ربع هي اللي حسبيه ما بدي هي هنا إنه قروش أنا يلا شلو وحين أي ما عندنا سوى دولينه عدكنا كل مية وي بعيك أنا وين نقع يبلا أنا يا إنه سيد حسبي هذا كذا قارع حسبي قاودني في المنطقة دي في فيها ضوء حكبة حياة ركتان عيكة بحس حاشا وما ضوء حين سوق وانا هي تاريخ ده إنه يوحي مقاون إنه من دتك وشيء هنا أفكر وين نقع مدي أفكر مضوي نقع حارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا دبوا إلى تكملة قابو أمر وذاقبو أنا أقول هذا يوم ما عرفت يا بلارن الوعير كوب ذي هاي يا وحجر في يوم أبو وحنو ذكر ما هذا قينا سولو ويت حوجن
ee wadaninimada leh ee xisbinimada leh ee kalgacalka leh ee saacadda asalkaabka ilaa maanta ay qoraxdu u taagnaayeen xaflihii iyo hooyooyinkii iyo odayaashii iyo dhallaankiiba aad iyo aad dalinka maxamed leh bareenkiinaasna waana taabtay waa mahadsantay. maanta waxaan u soconaa doorashada dalkeena ku dhisaynaa waxaan rabnaa doorasho nabada waxaan doonaynaa doorasho maaragtay tartan xalaala waxaynu u baahannahay doorasho aan xaraf lahayn oo dadka isku dirin madda oo kulmiyada ku socda waa kaa kaasaanay noo ballan. qodobka labaad maanta arrinta ka taaga ka dhacday shalay baarlamaanka ee maantana wax ka daba jiraan waa dhaqan inaan hore u aqoon tirada cod dhacay oo la qaaday oo ninkii jeermaanka ahay uu guddoomiyey oo ninkii laga helayna uu xambariyeyey waxaa la yaab leh in guddoomiyihii hore baarlamaanka oo jigada baneeyey uu xambariyeyey afhageenkiisii koowaad oo isagoo doortay guddoomiye waxaa la yaab leh in habeenkii inta la ismirtay oo talo kale la galay la yidhi arrintii waanu ku noqonnaa waxoo kama jira. arrintaa waxaa ka jawaabay xogeeyaha guud ee baarlamaanka wakiilada oo yidhi 12 sanaan tirinayo oo weligay waxaan tirinay wax kama soo noqon. wuxuu ui tii ugu adkaadeenu tirinay waxay ahayd tii maxamed xaaji ibraahim xigaal lagu qaaday impeachment kan halka lagaa qaado hal cod baa lagu kala bediyo taan annagaa tirinay tan maanta annagaa tirinay hase yeeshee xasaradda waa la wadaa. waxaa laga yaabaa in meelo fog fog arrintaa laga wado oo la doonayo in doorashada iyo dalka khalkhal iyo khalkhal isugu muriyo taasi ma dhacayso. kulmiga xukuumadda iyo shacabka iyo wixii soomaaliya jecelba waa ka soo jeedaa in dalkan khalkhal la geliyo ama doorashada khalkhal la geliyo taasina waa fariin aan u diraya cidda isku dayaysa inay xaalad abuurto. maadaamago waxaanu leenahay waa ka muuqataa guurtinimadii ragga doorbadee guurti baa tiinoo mar haddii guddoomiyaha guurti uu ku dhashay halka yare dilaaca calaa faagtiina ee dhammaantii waxaa tiiyo guurti aad iyo aad loo mahadsantay.